واتصرفت ازاي؟ يعني طبعا ومن الناحية الدولية كمان دور مصر ايه في ان هي يعني تكون بتتفق على صفقات؟ طبعا يعني دور جهاز المخابرات العامة كان بالأساس طلب من الجهاز أن يعني يساعد إسرائيل في إمكانية إتمام هذه الصفقة، على أساس أن الوسيط المصري أو أن مصر لديها الإمكانيات والمؤهلات التي تساعدها على أن تكون وسيطا قادرا على التأثير في هذا الملف. حضرتك عارفة أن طوال الفترة السابقة، وخلينا نتكلم على فترة ما قبل ثورة 25 يناير، كان في كلام كتير جدا على ادوار منافسه للدور المصري خصوصا في الملف الفلسطيني، زي الدور القطري وزي الدور السوري وغيرها. انا عاوز اقول ان مصر كوسيط في هذا الملف، موضوع الوسيط او فكره الوسيط من الناحيه النظريه لا تنطبق على اي من الدول اللي هي بتحاول منافسه مصر، وعلى راسها طبعا قطر، لان هي لها اشتراطات. على سبيل المثال، او من هذه الاشتراطات ان تملك هذه الدوله القدرات البشريه او الكفاءه البشريه اللي هنا بقى ممثله عندنا في جهاز المخابرات العامه على اداره مثل هذا الملف بكل تعقيداته. النقطه الثانيه ان تكون هذه الدوله لديها القدره على التاثير في اطراف الوساطه، وليس فقط مجرد منتدى او طرح مكان للقاء، وده كان متوفر في وجود جهاز المخابرات العامه المصريه ودوره في هذه القضيه. لو حضرتك لاحظت تفاصيل الصفقه الاخيره اللي هي يعني ركز فيها جهاز المخابرات العامه خلال الشهرين الماضيين، تقريبا الجهاز عرض او قدم 20 اكثر من 20 مقترح للطرفين حتى يتم الوصول للصفقة. وهنا نقدر نتكلم على حجم الجهد الذهني او الخاص يعني بالتفكير في حلول مبتكرة تتجاوز يعني مشاكل الاطراف او اعتراضات طرف او اعتراضات كل الاطراف على القضية. فهنا مهم جدا ان احنا نأكد برضو مرة تانية على دور الجهاز في هذه القضية اللي بدأها طبعا منذ طبعا فترة النظام السابق، وكان واكثر من مره حاول او اقترب ان هو ينهي هذا الملف، لكن كان الدور السوري هنا بقى يعني اشير برضو مره تانية كان احدى الادوار المعطله تماما لهذا الدور المصري. طب سريعا استاذ اكرم، تبادل الصفقه تبادل اللي هي لسه ما تمتش حتى الان، يعني الضابط الاسرائيلي ايلان غرابل اللي احنا طبعا سمعنا عليه شهر يونيو اللي فات لما تم اعتقاله من السلطات المصريه، سمعنا كلام كتير جدا حول هذه الصفقة، إلا أن حضرتك يعني قبل الهوى قلت لي لا لسه ما تمش فيها أي اتفاقيات. طبعا ده صحيح. وصلت لحد فين؟ ده صحيح. هذه الصفقة أو هذا الرجل جرابل منذ القبض عليه، يعني أكشف بقى هنا شوية عن معلومات هي ليست بالسرية، لكن يعني مصر تعرضت لضغوط شديدة من جانب يعني مش بلاش إسرائيل، لكن هقول من جانب الحليف الأساسي لإسرائيل وهي الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال زيارات المسؤولين الأمريكان المتتالية لمصر خلال الفترة الأخيرة من أجل الإفراج عن هذا الرجل. لكن مصر تصر على الاحتفاظ بهذا الرجل خلال هذه المرحلة. الكلام اللي بدأ يطلع في وسائل الإعلام المختلفة وفي الصحف خلال الأيام يمكن امبارح وأول امبارح على أن في صفقة، أن الصفقة الخاصة بالأسرى الفلسطينيين من ضمن بنودها صفقة خاصة بالإفراج عن الجاسوس جرابل، ودي معلومة يعني غير صحيحة، لأن يعني في انفصال هنا بين الصفقة دي والصفقة دي. الكلام هو عن أن هذه الصفقة الخاصة بالأسرى الفلسطينيين ما هي إلا يعني مقدمات لإجراء صفقة أخرى خاصة بالجندي جرابل، وده معناه أنه لا وجود لصفقة الآن على أرض الواقع خاصة بهذا الجاسوس. لكن المرحلة القادمة أعتقد ربما بعد الفترة الخاصة بالإفراج عن جلعاد شريط ربما سيتم بحث هذا الملف بين المصريين وبين الإسرائيليين، خصوصا أن صفقة تبادل الأسرى دي كان فيها نوع من يعني بادرة الأمل لتحسين العلاقات طبعا من جانب الإسرائيليين، تحسين العلاقات مع مصر. وانت شفتوا ان كان مصحوب بالصفقة اعتذار من جانب إسرائيل عن حادث الحدود. عاوز اقول ان إسرائيل طبعا يعني كانت يعني ادركت خطأها الاستراتيجي بسرعة، وطبعا ده كان بناء على نصائح الأمريكان ليها بالأساس، قالوا لهم أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش في هذه المنطقة بدون حليفين استراتيجيين أساسيين تركيا ومصر. هي بالفعل خسرت تركيا خلال هذا العام،
وكانت على وشك أن تخسر مصر، لكن أعتقد هذه الصفقة كانت نوع من يعني تقديم أوراق الاعتماد مرة أخرى لدى الجانب المصري. أستاذ أكرم حسام، محلل استراتيجي بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، بشكر حضرتك جدا، نورتنا. إن شاء الله نتكلم في الحلقات القادمة على يعني الصفقة بإذن بس الله تحط شروطها وبنورها بإذن الله. إن شاء الله مشاهدينا استنوا معانا، لسه معانا فقرات كتير. نهارك سعيد بس بعد الفاصل.